نروح، كان في كاميرا الأشبال كانت موجودة في هذا اللقاء، وكان لنا لقاءات حصرية مع لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، نشوف قالوا إيه بعد اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية. الحمد لله فاروق، انت عارف ان دول لاعيبه النادي الاهلي متربين على المكسب ومتربين على الاداء كويس، فضل الله الحمد لله. انا قلت للاولاد مباراه مهمه، المباراه دي بستة بونت، انت عارف فريق كبير جدا في المرحله بتاع 2005، فرقه مميزه ومن الفرق المحترمه، فاحنا عاملين حساب للماتش كويس قوي، هم والمقاولين يعني انت عارف ان هم بيكسبوا على طول زينا بفضل الله، ولكن انا قلت لهم ماتش المقاولين وماتش الجيش هنا لازم نكسبه، الحمد لله كسبنا المقاولين 4-0 وكسبنا الجيش النهارده 3-0 بفضل الله، ولاد كانوا رجاله وادوا بشكل كويس وسمعوا الكلام ونفذوا التعليمات بشكل جيد الحمد لله، يعني فرقتين كويسين جدا وشغالين كويس، ويعني بقول يعني لحد النهارده الجيش قدنا في البناط، يعني احنا الاول بالاهداف يعني حوالي فرق 15 هدف، ولكن زي ما بقول لك ولاد النادي الاهلي بقى ما بيتحطوا تحت ضغط او مباراه تقيله دايما، هي معادله صعبه، ده برضو دول ولاد 14 سنه واول سنه يلعبوا مسابقه، فدي مسابقه قطاع ناشئين، فبقول لهم هي لازم احنا عايزين نوصل لدرجه عاليه من الاداء الفني، وفي نفس الوقت بنشتغل كويس جدا في المباراه ونركز فيها، يمكن كل الاهداف اللي جت الحمد لله رب العالمين، يمكن يعني شغلنا في التمرين وربنا كرمنا بالثوابت اللي اشتغلنا عليها من اول دقيقه، ربنا كرمنا بجول بدري والجول الثاني يجيب صوره، يمكن الجول الثاني جول عالمي، جول يوسف عفيفي حاجه، كل من الاجوال العالميه فاروق والله ما شاء الله، يعني حاجه جميله جدا، والجول الثالث ضربه جزاء صحيحه 100%، يعني انتم شايفينها كلكم وكل الناس شايفها، فالحمد لله الولاد، انا بشكر الولاد رجاله، وبقول لهم لسه طبعا احنا خلاص بنفرح النهارده الحمد لله، لنا اجازه بقى عشان اجازه امتحانات نص السنه، هنرجع طبعا لكابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي وكابتن اكرامي، قال لهم طبعا ان احنا ندي الولاد اجازه 10 ايام كده بحيث ان هم يخشوا على الامتحانات، ونرجع بقى ثاني الاعداد كويس بحيث ان احنا الدور الثاني نشتغل كويس ونمشي على نفس النهج. الحمد لله بحمد ربنا على كل اللي احنا فيه، والنهارده انا هنا الدور الاول خدنا كل النقط الحمد لله بلا هزيمه بلا تعادل، بشكر لعيبتي الجهاز الفني بالكامل الاداريين كل الناس، يعني ده مجهود تعب ربنا بيكافئنا عليه، واللعيبه على قد المسؤوليه، وبشكر طبعا كابتن فتحي مبروك، كابتن هشام حنفي، كابتن اكرامي، الناس دي ما بتسيبناش سواء بره او جوه، بيجوا يتفرجوا علينا لو فين، بقول لفريق طلائع الجيش هارد لك، فريق محترم معاهم جهاز محترم، يمكن فريق طلائع الجيش هو اللي بينافسني، هو اللي ماشي معايا نقطة بنقطة، أنا أكسب هو يكسب، يعني إحنا ماشيين زي بعض بالظبط، بس ماتش النهاردة ده هو اللي كان فاصل بيننا وبينهم الحمد لله، أنا بعتقد إن الماتش ده بستة بونت مش بثلاثة بونت، بتمنى التوفيق، أنا قلت لعيبتي النهاردة ونبهنا عليهم اللي دي مرحلة وخلاص، يعني إحنا ده نص المشوار، لسه الدور الثاني بالكامل ولسه ان شاء الله التصفيات، فاحنا لسه ما عملناش حاجه، انت دايما انت عارف ان النادي الاهلي دايما بيلعب هو هدف واحد وحلم واحد دايما البطوله، وده لازم اوصله للعيبتي، فان شاء الله بتمنى التوفيق زي ما انا حصدت كل النقط في الدور الاول، نفضل ماشيين على نفس الخطه ان شاء الله الدور الثاني، وبتمنى التوفيق ان شاء الله. الحمد لله بشكر الجهاز الفني والمسؤولين في قطاع الناشئين على اللي احنا وصلنا له دلوقتي، الحمد لله ربنا وفقنا في 10 مباريات استطعنا من خلال ال 10 مباريات نحافظ على شباك الفريق بهدفين فقط، ضرب الجزاء وكوره انفراد، فده انجاز يعتبر الحمد لله. احنا برضك لسه الدور الاولاني ده احنا ما عملناش يعتبر اي حاجه، احنا كل ده بنأهل اللعيبه للتصفيه الكبيره ان شاء الله مع الفرق المنافسه من المجموعه الثانيه، احنا دلوقتي بنحفظ اللعيبه وبنديله الثقه ان هو ازاي يعرف يتعامل مع الفرق المنافسه سواء الفرق القويه او الفرق المتوسطه او الضعيفه، لازم نحترم الفرقه لحد اخر لقاء واخر دقيقه في المباراه من اول لحظه لاخر لحظه، فالحمد لله احنا محققين العامه الكامله بفضل الله وتوفيق من عند الله وتركيز من اللعيبه وجهاز على طول فوق دماغ اللعيبه ان ازاي يتعاملوا مع الخصم في كل المراحل وفي كل الاوقات. حسيت بفرق كبير طبعا، في فرق يعني واحد بيلعب في النادي الاهلي لازم كل ماتش رايح اكسب، يعني لما كنت بلعب في الدرب الاحمر يعني ما كانش الموضوع كده، ما كنت ممكن اروح العب النادي الاهلي اخسر ويعني يبقى ما زعلش قوي كده، بس في النادي الاهلي لازم اكسب كل ماتش وعلى ضغط وبتاع. اتكلم طبعا على يعني احنا نكون رجاله وروح النادي الاهلي روح الفانيلا الحمراء، وان احنا نبقى رجاله لغايه اخر دقيقه و90 دقيقه نلعبهم لغايه لما الحكم يصفر، وان احنا قلبين على قلب بعض وما حد يعني لحد وقع التاني يشيله وبتاع. الحمد لله على المكسب النهارده، احب اشكر اللعيبه
واشكر المجهود اللي هم بيعملوه معانا، واحب اشكر كابتن احمد سمير على المجهود اللي هو بيعمله معانا، بيعملوا معانا مجهود جبار، والجهاز كله، كابتن سيد عرفان وكابتن معتز زين وكابتن احمد ابراهيم والدكتور اسلام، والحمد لله على المكسب. وان شاء الله اللي جاي هنكسب ان شاء الله الدوري السنه دي. ركز معانا على الروح، الرجوله، نلعب جامد، نلعب بالروح، روح النادي الاهلي عشان نكسب. والحمد لله يعني احنا اشتغلنا بالكلام ده واشتغلنا وتعبنا والحمد لله كسبنا.